السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم أنوثة جيجي. إن شاء الله تكونوا ديما في أحسن حال. إذا أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لنا جيم وتشتركوا باش تستفيدوا من الصبغات وكذلك الوصفات الطبيعية وكل المنتجات اللي جربتها وإفيكاس باش حتى نتوما تستنفعوا منهم. نبدو على بركة الله. بزاف أسئلة يوصلوني يقولوا ليندا حنا راهو عندنا مشكلة، درنا ليماش على لاباز ناتوريل ولكن طلعونا ليماش تاعنا أورانج ومانيش حابين نفصوهم. اذا اليوم حبيت نعطيكم حل بسيط بلا ما تخلطوا يعني اكثر من ميلانج، بلا ما تكوني محترفه تعمليه ويخرج لك لون يهبل وفي نفس الوقت يسقم لك ليماج تاعك ويريقلها وما تخسرش دراهمك باطل هكاكا. اذا نبدو على بركه الله. هذا الميلانج خصيصا لكل وحده شعرها طبيعي ولا شعرها مارون مصبوغ مارون، ماهيش عندها نوار كوربو ولا شاتان فرونسي ولا هذيك الالوان الغامقه، اوكي، وعندها ليماج وراهي دارتهم وخسروا لها، يعني خرجوا لها في الاورانج ضربين على احمر، فحبه تزيد تكلرسيهم ويبانوا مليح. تبعوا معايا وراح تستفيدوا ان شاء الله وتعملوه ويجيك مهبل. اولا سنحتاج الى عبوه واحده من صبغه اندريا دوتي. الصبغه هذه الاسم تاعها راهو اسم عالمي، فبالتالي اذا كنت حابه تشري نفس اللون في اي ماركه عالميه راح نزيد نعطيكم في غارنيه تهبل البنات وتعطيكم نتيجه ولا اروع خير حتى من اندريا. المهم نبدو على بركه الله. راح نحتاجوا الى عبوه واحده من رقم 100، رقم 100 اللي هو اشقر ناصع البياض، هاوليكم واللي تحب هذا الرقم في لوريات دير 24، اوكي، لانه 24 مشهور بي ان، مش ما يغلطوكمش، 24 هو اشقر ناصع البياض. اذا نبدو على بركه الله. واش نديرو؟ هذه لابواط تشوفوا فيها قدامكم راح تحتاجوا الى زوز علب اوكسيدون صغار، زوز علب اوكسيدون صغار هاي ليكم هذا الصغار، لانه حتى الاكسيدون فيه كميات اخرى، هذه صغيره. راح ندو باطه من 100 وراح ندو زوز من لوريات اوكسيدون وراح ندو مصحل ازرق في اندريا دوتي، ما كانش راهو كاين في لوريات 38، تدي منه هكا قد البلاصه هذه هكا 1 سنتيمتر، يعني عقله اصبع قد حبه الحمص، ادي منها. علاش؟ باش نتفادوا ظهور الاحمر او البرتقالي. اذا لقيتوا حتى المصحل الاخضر زيدوا ديروا قد حبه الحمص. اول حاجه نخلطوا الصبغه مع المصحل مليح، ثم بعد ذلك نضيفوا الاكسيدون بشويه. والان طريقه الصبغ مهم جدا يا البنات، كي نجيو نصبغوا شعرنا باش ينجح لينا لازم تفهموا باللي كاينه حاجه اسمها تقسيمات الشعر. واش معناه؟ معناها كما تشوفوا هنا هذه المراه في لافوتو، هنا لي غاسين هذم راهم يحمروا بالخف، وهذا بالخف يطلع حتى هو، ومن تحت ياخذ الوقت شوي. انت واش ديري؟ اول ما تبدي خلطي صبغه ابدي من تحت واطلعي، خلي لي غاسين تاعك قيس 5 سنتيمتر هكا، خليهم اخر ربع ساعه، يعني راكي خلطتي في الصبغه البول تاعك ديري حطيه ابار، ابدي اخدمي شعرك، خلي شوي صبغه ديرها اخر 15 دقيقه وعسي شعرك، وان شاء الله لاباز تاعك راح تولي لك عسلي، لاباز تولي عسلي تهبل، وما اللي مش تاعك راح يولو بلون اذا كانوا صفر، وراح يولو جري اذا كان اللي مش تاعك بلون وفيه ليموش، واذا اللي مش تاعك في الاورانج راح يرجعوا في الدوغي. اذا هذه عبوه واحده من هذه ولا من لوريات 24 تخلصي من المشكله تاع اللي مش تاعك وما تفسديهمش. فقط حابه نعطيكم نصيحه اخرى، كي نبدو نحطوا الصبغه تاعنا ما نحطوهاش وننساه. اول حاجه تمشطيها مليح بالخلاص، ثانيا كان شعرك غافي تدي زوز بايت مع 4 هادم، كان شعرك خفيف ادي برك واحدة مع زوز هادم. وعليها نضعفنا الاكسيدون اللي راح نفتحه، وابقي امشتي في شعرك حتى 10 دقائق، ثم تفوت 10 دقائق هنا تجي المرحلة الحاسمة، نجيبو ساشي نحطو على شعرنا كامل ونخلوه يطلع براحته، نطلو عليه غير بهكا كل 10 دقائق ولا حاجة حتى تفوت 45 دقيقة. كي تفوت 45 دقيقة نجبدوا الصبغه اللي بقت لينا، نكملوا لي غاسين تاعنا، ومبروك عليكم راح يخرج لكم لون يهبل. انا حتقولي لي ليندا انا اصلا ما عنديش شو اسمه هذا ليماش، هل نقدر نديرو؟ ديريه يا اختي، يخرج لك واحد العسل يهبل يهبل يهبل، عسل ضارب على ذهبي فيه هكا ثلجي، فهمتوني؟ لانه رقم 100 روعه. بصح ما تنسوش المصححات لانها مهمه جدا لتفادي ظهور الاورانج. اتهلوا لي في رواحكم، ما تنسوش اذا عندكم سؤال خلوه لي، والسلام عليكم.